والشعب كله يردد السومة. هذه هدية عمر للسعوديين في اليوم الوطني في الدقيقة 88. عمر السومة يقول أنا مخليها هدية لكل أبناء المملكة العربية السعودية في اللحظات اللي كانوا يقولون الشعب كله يردد عاش سلمان. السومة قال لهم هذه هدية عمر وهذا أبوه يدعي له ويسجل هدف النادي الأهلي الثالث. ياهي صرخ ياهي قذيفة صرخ من السومة. هذه تسديدات عمر. عمر السومة يقول بطريقتي بطريقتي أقول للمملكة العربية السعودية كل عام وأنتم بخير بطريقته. والله يحشوته يا عمر السومة يسجل هدف الثالث للنادي الأهلي والأهلي في مجموع المباريتين 5-0.